نختم حلقتنا مع الهندسة الداخلية والديكور ونصائح عن كيفية استعمال الخشب مع ضيفنا المهندس الداخلي علي حمود. هاي علي. هاي. هاي علي، شو أخبارك؟ ماشي الحال. تمام، أهلا وسهلا. علي، ليه الخشب؟ ليه اليوم اخترنا إنه نحكي عن الخشب؟ هل لأنه العالم هلا عم ترجع تستخدمه ببيتها؟ هلا هو الخشب ولا مرة مات، سو لازم نحكي عنه لأنه أي ثينك هو أهم بارت بقلب البيت، هو الخشب، يعني هو أهم شيء بالبيت. كلاسيك. هو الخشب، لأنه حتى مودرن، يعني مثل ما هلا عم نشوف عم يستعملوا الرو وود، سو الخشب اللي عم يضله طبيعي بس عم بحطوا له فينيل عم يدهنوه يمكن كوش واحد، عم يضله مثل ما هو كأنه كمودرن، محافظ يعني على شكله الطبيعي يعني. طيب وين بنستخدم الخشب؟ وين بنلاقيه هلا بالمنزل؟ وين اكثر شيء عم هلا هو الخشب؟ بنعرف نحن بالارض باركيه بيستعملوه، سقف، يعني نعمل سقف خشب، حيطان، بواب، عفش، بس انه مينلي يعني هلا بلكي بنحكي اكثر عن الحيطان الخشب لانه بتعرف الخشب موضوع كثير كثير كبير، بس الخشب يعني بنعرف نحن قد ايه بيعطي فخامه بالبيت، بنعرف قد ايه بيعطي دفى بالبيت وكوزي، وبنعرف انه بلا خشب بالبيت ما في روح بالبيت، صحيح. هاي معروفة، بلا خشب وبلا رخام أكيد. وبلا ورود كمان، هذا اللي بيعطي روح يمكن كمان رقي وهيك فخامة أكثر، بيعطي روح، بيعطي في حياة بالبيت، يعني لأنه بتعرفي وقت ناتشرال، سو بيعطي شوية حياة. صح. طيب علي، شو هي أنواع الخشب يلي بنلاقيها عادة؟ هو في كثير انواع خشب، بتعرفي هي في انواع شجر يعني، بس انه في الفورش، في الجوز اللي كلنا بنعرفه، في الموهوغاني، الزان، بس كل واحد فيهم يستعمل لشيء، مثلا الالوان كمان بتتغير. اكيد رالي. اكيد مثلا الموهوغاني شوي بيجي محمر، الكرزه كمان شوي محمر، الوولنات بيجي شوي مشقار او على بني اكثر من ما يكون محمر، سو وكل واحد قشرته غير، بتكون يعني رسمة الخشب بتكون غير. هل كل واحد عنده استعمال معين، استخدام بمطرح معين، ولا لا حسب ذوق كل شخص؟ لا لا مش ضروري، بس هلا الحلو انه تخلطي بالخشب. يعني حلو بالقشر. شو اكثر شيء بيلبق مثلا؟ اكثر نوعين خشب مع بعض او ثلاث انواع؟ ما ضروري يعني، لا لا ابدا، بس مثلا فيك تستعملي لنقول الفورش اللي هو بيجي بسموه قفص الصدري بالعربي، واللوب تبعوله مع بعض كثير حلو، يعني اللوب اللي هو بيجي هيك شوي مبروم. وين بنستعملهم؟ على الحيطان مثلا على او على الطاولات، مش طاولات كمان. كيف بنشتغل على الحيط؟ كيف بنبرز هالخشب على الحيط؟ بتكون القشره يعني مثل ما هي القشره بتتلبس على ام دي اف وبتندهن وبتنحط على الحيطان تتبين كانها تابلو يعني. شو القشرة. حلو. بنعمل بارتي من الحيط ولا كل الحيط؟ هلا حسب الانتيريور، مثلا في ناس عم مثل انا هلا بعدني جاي من ورشه عم نلبس الحيطان كلها خشب كانها سيجار لاونج يعني. إيه؟ فيها تكون حيط واحد، فيها تكون ببليوتيك، فيها تكون اي شيء يعني. رح نسالك هلا عن صوره رح نشوفها سوا نحن وياك، هيك تعطينا فكره اكثر. هيدا شو اللي عم نشوفه؟ هيدا شغلي باي ذا واي، هيدا خشب محفر على السي ان سي، بينرسم على الاوتوكاد، وهيدا عباره عن عريشه نازله. حلو. مثل شلال العريش هون كنت عم والوان فاتحه كمان. ايه احلى يكون، انا تاكدت انه يكون فاتح كله لانه اذا بدنا نحط الوان رح يعجق، سو ضلوا بيرل على اوف وايت. قد ايه بياخذ شغل علي؟ لانه مبين فيه شغل. ايه هلا هيدا تقريبا اخذ شي 3 ويكس حفر. حفر. ايه والباقي عادي يعني، كان تركيب ودهان بالبيت يعني. وبده دقة هيك كمان، بده كتير دقة أكيد. ما مبين إنه خشب، بس تطلع فيه ما بتعرفي إنه خشب. بفكري مثل شوي كمان مثل السفد البحر يعني. 100% لأنه ملونينه على بيرل، سو بتحسي كأنه لونه لميع شوي بيرل. طيب أنت عادة صوب أي ستايل هيك بتحب تروح بديكور المنزل يعني؟ أنا شخصياً بحب الكلاسيك يعني، مع إنه لعمري إيه كل وقت إنه غريبة، بس إنه أنا بحب الكلاسيك لأنه إنه كتير في ديتايات، كتير في شغل، في رسم، في يعني بتحسي في ديتيلز كثير، بس انه المودرن كمان حلو يعني بحبه اكيد، لانه الناس عم بتروح اكثر صوب المودرن بتحس أكيد هلا أكيد خاصه هالجيل هلا. وارخص يعني وتكاليفه اقل من الكلاسيك، لانه الكلاسيك تا يبين حلو هو في شعره بين ما يبين انه تشيب وثقيل يعني، صح حتى صحيح. مثل الجولد مثل هذيك المره كنا عم نحكي أكيد. والخشب بكل شيء يعني في شعره فيه. طيب علي، لفتنا هالديزاين، اذا فيك تخبرنا شوي اكثر عن الخشب. كان قصدي انه الخشب ما ضروري يكون ريجيد، ما ضروري يكون انه جامد يعني، شقفة وحدة مثل ما بتشوفي في الخشب في انعمل اشكال وسيركلز والوان يعني انواع منه. بتقدر تشتغل فيه سهل انك هيك تخليه هلا منه كثير سهل، بس انه في مكانات معينه بيزبط ايزي واتس ستيبل يعني بينقعد عليه. هيدا شو بس اللي عم شوفه انا؟ هيدا مطعم. مطعم. اوكي. والكونسبت جاي من السقف ونازل على
على الكرسي لتحت، يعني جاي من فوق لتحت، تابع كله مع الكرسي، كله مع بعض، مثل كأنه شي ربن او شغله هيك. بروجي قدر بياخذ معك شغل تقريبا؟ هذا اصعب يمكن شوي ولا لا؟ اكيد اصعب. بلا شفتي في قصص مثلا بالمودرن مثل هيدا كثير بياخد وقت. يعني شغله قد كانك عم تحفري شيء بالكلاسيك، لانه مثل الويكاندز او الويساز او وات ايفر يعني. لا هيدا بياخد كمان اكثر شغل. حلو. طب علي، هل فينا نقول انه بالخشب في موضه كمان؟ يعني بنلحق الموضه معينه؟ مثل شو بحسب؟ يعني مثل هلا، مثل ما بعدنا عم نقول الروود، الود اللي عم يندهن كالوان ويتعتى كثير 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 ان كثير اللي بيتفتحوا له مسامه مثل ما بيقولوا للخشب، وبيرجع بيدهنوه ابيض، جراي، وات ايفر، او بيتركوه مثل ما هو. يعني عم نشوف كثير دارج كمان بطاولات السفره الخشب، الخشب مثل اللي بتبقى هيك كبيره مثل ما هي محطوطه، بتحسها كانه شيء جزع شجره ماشي. بس حتى امرار ما بيدهنوها ماشي، يعني انجع بيعطوها. طب هون بهالحاله شو لازم يكونوا الاجرين مثلا؟ شو تابعين؟ فيك تعملوا زيت الشيء ولا لازم يكونوا غير؟ لا يمكن غير احلى خشب. يكون لنقول بلكسي مثلا، او انه كانها تبيني طايره، او يمكن حديد مثلا. لازم تكون عالي ولا لازم تكون واطيه؟ لك انا ديتيلز كانه عم بفرش بيتي بس. لا هيك اجتني هلا طاوله السفره. لا انه بتكون ستاندرد يعني على تقريبا 80 علوة، والطاولات العاده سوري طاولات الكونسوليت على 75 80 ايه. اوكي طاوله السفره اكيد اوطى تنقدر نقعد عليها. نعم طيب عليك اكيد. بدنا نسالك عن هذا البروجي، رح يبين هلا معنا على الشاشه. اوكي هيدا شو؟ هيدا كمان عبارة عن انه نفس الشيء كنت عم اقول، انه عن الخشب كمان فيك انه بينشغل كشيبس اللي بدك اياه في كمان هيدا ماشيين على كونسبت كان معين. كمان هيدا في ماشين خصوصي يمكن بتشتغل هالديكور يعني، هيدا بينحفروا اي شيء، بينحفر كمان الخشب، كمان هيدا مضلع يعني وحده وحده تقريبا، عاطي افيه 3D شوي 100% وعاطي افيه كانه كيف، كانه فيتي على جمال او شغله. يعني فينا نقول انه الخشب بضلوا دائما على الموضه كل حياته، مثل ما قلت كل حياته اكيد انا مأكد يعني. طب هل في عالم مثلا بيستخدموا الخشب، بيستخدموا الوان غريبه للخشب، يمكن احمر او أكيد. اخضر او اكيد أزرق. اكيد هو شو ما هي دهن شو ما بدك تدهنيها بتندهن، يعني حتى فيك لدرجه تقوم العرق منها، يعني تدهنيه يختفي العرق، فيك تخلي العرق بالخشب، انا بفضل يبين العرق اكيد مثل ما هو أكيد. على طبيعته الاصليه اكيد، وبتدهنيه مثل ما بدك يعني اخضر، حتى اي ثينك مرقت صوره يمكن حيطان اخضر اخضر نعم بيبليوتيك. طيب خلينا ننتقل على طاولتنا.